احنا بنقولها كلام مهم جدا. المهندس احمد بجاد اتفق مع كل الانديه في حاله تاهل المنتخب الاولمبي هيكون في تاجيل عشان كل الانديه او في انديه تتضرر او مش هيبقى معاها لاعبتها المميزه في الفتره الحاسمه بالنسبه لمباريات الدوري. والاهلي دائما وابدا مساهم لكل المنتخبات الوطنيه وبيسعى للوقوف مع كل المنتخبات خلال الفتره الحاليه. طيب ده جزء متعلق بمباراه اسوان. جزء تاني وهو متعلق بقى بالشعبيه والجماهيريه. في التواصل حتى مع وسائل الاعلام الاجنبيه فوجئت ان حتى وانت بتتكلم مش بتكلم في قاره اسيا ولا افريقيا، انت بتتكلم حتى في قاره امريكا الجنوبيه. الاعلام الارجنتيني، الاعلام البرازيلي متابع لنهايه دوري ابطال افريقيا، تاهل الاهلي للمره السابعه في كاس العالم للانديه، برونزيه الاخيره في الدوحه، اسم الاهلي كبير في العالم كله. ابرز اعلامي الارجنتين وابرز الصحفيين في الارجنتين الزميل الصحفي نوهيل لانزون فوجئت عامل فيديو وهو مرتدي تي شيرت الاهلي جاله وهو موجود في الارجنتين من كذا سنه، وانتظر اللحظه دي عشان يسجل فيديو لجمهور الاهلي وللنادي الاهلي عشان يهني الاهلي بالفوز ببطوله افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه. نتابع نشوف في هذا الفيديو التهنئه وحديث الصحفي الارجنتيني نوهيل لانزون للنادي الاهلي وجمهوره بعد الفوز بالعشره. Hello Mohamed, here Nahuel Lanzón from Argentina. Very happy about our 10th African Champions League. I saw the match here in Buenos Aires with some friends. We had a nice time here rooting for the biggest club in Africa, and now we are going to Japan and we are going to do more great things. So I'm very happy. Fuerza Lali, vamos carajo, and then that's we can do more.